السجن هو مكان قد سود فيه العدوانية، غالبا ما يكون صراعات ما بين الأعراق والأجناس. بنادم يعني فخور بلون البشرة ديالو، لاحظنا في السنوات الأخيرة هو أنه جميع المدن الحبس يكون فيهم هو أكسسوار فقط، بلاصة كتدخل لك وتخرج لك الدالي. قدر نقول لك أولدي، أنا كان نهار اللي هتدخل لمدينة ديال الإيميج إيناسيو، نهار اللي غادي تكبتها، نهار اللي غادي تدير براكاج لغا تيري في بوليسي وغادي تشفر ساك الفتاة في المصير ديالك، غادي يكون بحالة خوتنا اللي غادي يدخلوا دابا الحبس. تورق الزبدة اللي داخل هذا غيولي هو البيتش ديالي. هذا خديت حطه معايا في الباياس. هذا تضرب لك الفرمجة شيري داخل الحبس نالي. يلا الانسات خلف القدام، واحد مر واحد، هذا وقت ديال القص. يلا زيد قدامه، زيد زيد. كما كتشوفوا الحبس فيه حياة، لكن كما كتعرفوا الحبس راه ماشي هو كوكب زمرد. الدبوز اللي كلاو البويض قبيل راه ما تساواش، وتفاهمي مع واحد الغارديان ديال الحبس ماشي مد واحد فيهم السلاح، عيب سليته باش مين يدخلو الدوش اذا خدمتو المعلومة. وخوي وطريق، خوي وطريق، خوي وطريق. الى جميع الوحدات السماء، محتاجين وحده طبيه طائره في سجن محلي عكاشه، راه عندنا حاله اعتداء داخل سجن من درجه ثالثه. علم الوقت المحتمل وصول 10 دقائق.
الطبيبة والطاقم الطبي داروا اللي بجهدهم، لكن للأسف صاحبنا ما قدرش يعيش. نتمنى لكم عجبكم الفيديو اخوتي. الوايت ليست راه محلوله، ديسكورد راه كيتافيش لكم هنا وكاين في الديسكريبسيون. الدراري اللي كيتفرجوا احنا رجعنا، الدراري اللي كيلعبوا احنا رجعنا، مرحبا بالجميع. نتلاقاو في السيرفر اخوتي، السلام عليكم.